السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنتكلم عن ماذا نفعل في رمضان ونحن حبيسي منازلنا. يعني احنا دلوقتي كلنا محبوسين في البيوت، فلابد هذه الحبسة او هذا الاعتقال او هذا السجن اللي فرضت عليه كورونا، هنعمل ايه واحنا في رمضان داخل البيت؟ اول حاجة، هم 9 نقاط. اول حاجة، نستغل هذا الاعتقال او الاختطاف او الحبس الكوروني في الرجوع الى اصول الاشياء، للجد والاجتهاد في تعلم اللغة العربية، تلاوة القرآن وحفظه، حتى نستعيد اكتساب خصائص شخصيتنا الاسلامية التي اسستها لنا ثقافة اللغة العربية. كيف اسستها؟ في قرآن يتلى أو حديث يسمع أو أدب وأشعار وثقافة. هذه الثقافة تصنع من البشر رجالا قادرين على قيادة عجلات التغيير وخوض غمار التحديات التي تصيب المجتمعات في مقتلها. دي نمرة 1. نمرة 2، وإحنا قاعدين في البيت معتقلين من الكورونا وأخواتها، أن نحبب أبنائنا وذوينا في اللغة العربية، لغة القرآن، وكذلك نحببهم في القرآن نفسه. نمرة 3، أن نحافظ على قراءة القرآن يوميا، إن شاء الله نقرأ صفحة أو نص صفحة، وإن تعتعناه، وأن نقيم شعائر صلاة القيام والصلوات الخمس جماعة مع أطفالنا وذوينا، وإن أقمناها بصغار السور، وإن أقمناها بقراءة القرآن من المصحف الشريف. 4، أن نكافئ أطفالنا وذوينا على كل حرف يتعلمونه من حروف اللغة العربية ومن ثم آيات القرآن والأحاديث الشريفة. 5، أن نطوف ونجول داخل عقول أطفالنا وذوينا من خلال البرامج الإلكترونية في كافة أنحاء الدول التي ثقافتها مثيرة لنا أو حتى التي تتمشى مع ثقافتنا، شارحين لهم الفارق بين تلك الثقافات. 6، أن نشجع أطفالنا على التحدث، الإلقاء، ثم من بعد ذلك الإمامة في الصلاة بأي صورة يحفظونها. 7، أن نعلم أطفالنا مكارم الأخلاق، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فما هي مكارم الأخلاق التي نريد أن نعلمها لأطفالنا؟ حسن الجوار، صلة الرحم، الشفقة على الضعفاء، مساعدة المحتاجين، نشر الخير وأعمال الخير، التطوع وفائده المجتمعية الدنيوية وفوائده الأخروية التي وعدنا الله بها، الصدق، قول الحق، مخالطة الفقراء والمساكين والغايات المرجوة منها، التواضع وخفض الجناح، والكرم والسخاء والإيثار، اللطف والحلم والتأني والرضا، العفو والمغفرة والرحمة والإخاء والحب والمساواة والعدل، اليقين والطمأنينة ونقاء السريرة وجبر الخواطر، التسامح واللين والإقدام على الخير ودروبه، التعلم وتحصيل العلم والتفوق والإبداع، خوض التجارب والمخاطرة والتجريب والدآبة على الوصول إلى الأهداف المرجو تحقيقها، الصبر والمثابرة وعدم اليأس والاستمرار، التفاؤل والهمة والعزم والعزيمة، الرجولة والنخوة والإباء والشكيمة، الثبات والرشاد والحكمة والفضل، المنعة والعزة والجلد والرجاء. كل هذه جزء من مكارم الأخلاق التي كان يتمتع بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي كان تسميه السيدة عائشة كان خلقه القرآن، أو كان القرآن أن يمشي على الأرض ويقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. 8، أن نعيش مع عائلاتنا فنستمع للإخوة والأخوات والزوجة والأولاد والوالدين الكريمين والأقارب والأصدقاء بطريقة تختلف تماما على التي كنا نعيشها في الماضي من قبل، ونكون قادرين على فهمهم ولو للمرة الأولى فما كنا نعرفهم من قبل. 9، وهي الأخيرة، أن يكون لنا ساعة لله والحلال، وساعة للذكر، وساعة للتفكر والتدبر، وساعة للرياضة، وساعة للكتابة، وساعة للمذاكرة، وساعة للاستذكار، وساعة للمطالعة والقراءة، وساعة للمشاهدة، وساعة لمساعدة الأهل في البيت، وساعة لصلة الرحم، وساعة لخدمة الجيران والأحباب. في هذه الفترة التي نحن فيها مسجونون أو معتقلين من كورونا وأخواتها، علينا أن نبرمج في هذا الشهر الفضيل الكريم كيف نعيشه داخل أسوار هذا المعتقل أو داخل أسوار هذا السجن. رمضان كريم، والسلام عليكم ورحمة الله.